نيوكليوتيدات، تتابع النيوكليوتيدات في إحدى شريطي دي إن إيه يوفر المعلومات اللازمة لإنتاج الشريط المقابل. ليه؟ وعلل أو فصل. لأن تتابع النيوكليوتيدات بأحد شريطي دي إن إيه يتكامل مع تتابع النيوكليوتيدات بالشريط الآخر، فالأدينين بأحد الشريطين يرتبط بالثامين بالشريط الآخر، والسيتوزين بأحد الشريطين يرتبط بالجوانين بالشريط الآخر، أي أن الشريطين يحتويان على قواعد نيتروجينية متكاملة، لذلك يمكن لأي منهما أن يعمل كقالب لإنتاج شريط متكامل مع الآخر. نمرة 10، شريطة نيوكليوتيدات، شريطة نيوكليوتيدات في جزيء الدي إن إيه متعاكس الاتجاه أو في اللولب المزدوج الحامض الدي إن إيه يكون أحد الشريطين في وضع معاكس للشريط الآخر. علل: لكي تصبح القواعد النيتروجينية للداخل فتتكون الروابط الهيدروجينية بشكل سليم بين أزواج القواعد النيتروجينية. نمرة 11، عندنا يسمى جزيء الدي إن إيه باللولب المزدوج لأن جزيء الدي إن إيه يتكون من شريطين يلتفان حول بعضهما البعض، لذا يسمى باللولب المزدوج. 12، تتضاعف كمية الدي إن إيه، تتضاعف كمية الدي إن إيه في الخلية قبل الانقسام حتى تستقبل كل خلية جديدة نسخة طبق الأصل من المعلومات الوراثية الخاصة بالخلية الأم. نمرة 13، بالخلية الأم. نمرة 13، تختلف طريقة بناء شريطي الدي إن إيه كل من الآخر. ليه؟ لأني أو علل أو فسر، حيث أن إنزيمات البالمرة تعمل في اتجاه واحد فقط هو من 5 لـ3 للشريط الجديد، وذلك في حالة الشريط القالب 3 لـ5، ويتم إضافة نيوكليوتيدات جديدة الواحدة تلو الأخرى من البداية 5 إلى النهاية 3 لشريط دي إن إيه الجديد. أما في حالة الشريط القالب الآخر 5 لـ3، تقوم إنزيمات البالمرة ببناء قطعة صغيرة من شريط الدي إن إيه الجديد في اتجاه 5 لـ3، ثم ترتبط هذه القطعة الصغيرة مع بعضها بواسطة إنزيمات الربط، وذلك لأن إنزيمات البالمرة لا تعمل في اتجاه 3 لـ5. بعد كده عندنا رقم 14 إلى 5. بعد كده عندنا رقم 14، يفقد حوالي 5000 قاعدة بيرونية كل يوم من الدي إن إيه الموجود في الخلية البشرية. ليه؟ حيث أن حرارة الجسم تعمل على كسر الروابط التساهمية التي تربط السكريات الخماسية، بالإضافة إلى تأثير المركبات الكيميائية والإشعاع والبيئة المائية داخل الخلية. نمرة 15، رغم أن هناك آلاف التغيرات التي تحدث لجزيء الدي إن إيه كل يوم، لأنه لا يستمر منها كل عام إلا 2 أو 3 فقط في الخلية، حيث أن الغالبية العظمى والسبب أو علل أو ف... أو علل يعني أو فسر هنقول لأن الغالبية العظمى حيث أن الغالبية العظمى اللي هي رقم 15، حيث أن الغالبية العظمى من هذه التغيرات تزال بكفاءة عالية نتيجة لنشاط مجموعة إنزيمات الربط اللي هي 20 إنزيم التي تعمل على إصلاح عيوب الدي إن إيه بالتعرف على المنطقة التالفة وإصلاحها، وذلك باستبدال النيوكليوتيد التالفة بنيوكليوتيدة جديدة تتزاوج مع تلك الموجودة بالشريط المقابل للجزيء التالف، لأن جزيء الدي إن إيه يحتوي على نسختين من المعلومات الوراثية واحدة على كل شريط. أما ما يستمر من هذه التغيرات فيكون بسبب حدوث تلف في شريطي الدي إن إيه في نفس الموقع، يعني في الجنبين في الشريط ده والشريط ده ونفس الوقت، فلا يتم الإصلاح. نمرة 16، تلعب إنزيمات الربط دورا هاما في الثبات الوراثي للكائنات الحية. لأنه حيث أنه عند حدوث تلف في أحد شريطي اللولب المزدوج للدي إن إيه تقوم إنزيمات الربط بالتعرف على المنطقة التالفة في الدي إن إيه ثم تقوم بإصلاحها، وذلك باستبدال النيوكليوتيدة التالفة بأخرى جديدة تتزاوج مع تلك الموجودة بالشريط المقابل لجزيء التالف، فيظل تركيب الدي إن إيه ثابت عند انتقاله للأجيال التالية. بعدين عندنا نمرة 17، يرجع الثبات الوراثي للصفات إلى ازدواج جزيء الدي إن إيه، أو يعتبر اللولب المزدوج للدي إن إيه مثالا حيويا للثبات الوراثي في الكائنات الحية. ليه؟ حيث أن إصلاح عيوب الدي إن إيه يعتمد على وجود نسختين من المعلومات الوراثية واحدة على كل شريط من شريطي اللولب المزدوج لجزيء الدي إن إيه،
وطالما ظل أحد هذين الشريطين دون تلف، فتستطيع انزيمات الربط أن تستخدمه كقالب لإصلاح التلف الموجود على الشريط المقابل. نمرة 18، من المتعذر إصلاح عيوب تحدث في نفس الموضع على شريطي جزيء الحامض النووي اللي هو الدي ان ايه في نفس الوقت. ليه؟ لأن التلف حدث في كل على الشريطين، الشريطين جزيء الدي ان ايه، عشان انه توجد نسختين من المعلومات الوراثيه واحده على كل شريط، لذلك لابد من وجود شريط من الشريطين لازم يكون سليم بدون تلف لتستطيع انزيمات الربط استخدامه كقالب لاصلاح التلف الموجود على الشريط المقابل. بعد كده عندنا